فنانة جديدة وبكل ثقة تغني لعبد المجيد عبد الله. كيف تصرفت إليسا بعد إلغاء غنيتها الجديدة عن جميع منصات الأغاني؟ منع سارة زكريا من إحياء حفلات جديدة بمصر، شو خبصت وشو عملت يا ترى؟ إضافة للحفل الفني للفنانة السورية ميادة الحناوي، هل كان قد التوقعات أو لا؟ سقوط مدوي لحورية فرغلي، يا ترى شو صار بهيدا الموقف؟ وأطلال مدوي ليارا بأحدث حفلاتها، ومواضيع أخرى مثل العادة ما رح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لجلسة تصوير لإليسا، وعنوانها لهيدي الجلسة إليسا ترحب بشهر سبتمبر بجلسة تصوير جبلية. هي مرحبة فيه لسبتمبر بجلسة تصوير بلا البنطلون. يا هل بتعرفوا صرنا 3 شهور شوب، صمتنا وشوبنا، شلحنا هالبنطلون وفرشخنا وتصورنا، يا هل يا هيك الجلسات التصوير الجبلية يا بلا يا أختي. بعرف أنا على الجبل مثلا ممكن تحملي سلة، تقطفي زهور، تسلقي زباع، تسلقي زعتر، بس ننسى البنطلون ونتصور، وأحلى شيء كل صورة على فرد ميلي كلهم بروفيل، بس تتشوفوا صورة بوجه بوجه مستحيل بتعرفوا، ما بدهم يبينوا لنا دفويات عمليات التجميل. المهم نحن ما علينا من جلسة التصوير، علينا بالألبوم أو الغنية الجديدة يلي نشرتها مؤخرا، يلي هي غنية بتعقد وموضوع جديد بنفس ستيل الرومانسي يلي تعودنا عليه على إليسا، ولكن للأسف تمت إزالة الغنية من قبل شركة وتري بسبب حقوق ملكية وعقود، وبعدنا لهلأ الغنية ما رجعت. ولكن رغم كل هيدا الشيء، الغنية عم بتحقق مشاهدات عالية على المنصات الأخرى غير منصات الأغاني مثل تيك توك وغيرها، يعني منشوف كل العالم عم تعمل أداء رائع عليها. ضيعانا هيك غنية وهيك فن جميل يعني يروح وتلتغى مشاهداته بسبب حقوق ملكية وغيرها. الفلتانة القديرة سارة زكريا كان عندها حفلة بمصر، ولكن فوجئت من بعد ما خلصت الحفلة باستدعائها من قبل النقابة بمصر، وعم بيقولوا انه يمكن تم منعاً باتاً من انه تحيي حفلات مجدداً بمصر. شو عملت يا ترى لحتى صار معها هيدا الموقف؟ خلينا نشوف ونقول. لو فكر يا حياتي بعدك وجانا، تعالى وامسك في دراعنا، وكلب ابني 600 كلب ما عنديش، هما يا ياسر كلهم بيضربوا برشم ولا ايه؟ لانه بالدرجة الاولى بفضح امه على المسرح، ما له مصلحة، مشان هيك انا حضان سنجل. الى حبيب المستقبلي سكسك يزمي من الجميع، لانه انا لا حبيب، وكلب ابني 600 كلب ما عنديش. اسمع 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 لسكر ودوب، والله راسك، هما ياسر كلهم بيضربوا برشم ولا. انا بس عبالي اعرف اذا سارة زكريا انت يا حبيبة قلبي بتتعاملي مع شعراء وملحنين، ولا عم تتعاملي مع محكومين اعدام ومؤبدين؟ انت من وين جايبتي لي هالاغاني وهالكلمات الرائعة؟ اللي بيروح حفلتك بحس انه دافع ليتبهدل، تطلعي وبتبلشي تسبي وفشار وكلام من مهبة وما دب، وبعدين بيزعلوا انه كيف نقابة الفنانين عملت فيهم هيك، ولا وبيقولوا لك الجمهور عايز كده. لا يا حبيبة الجمهور ما انه عايز كده، حدا بيجي على حفلة ليسمع كلب و600 كلب ومسكني من بتاعي ومن دراعي ومن هالقصص هيدي، معقولة انت راسك؟ فهمنا يا اختي، اول ما بلشتوا فن كل العالم ببلشوا بإثارة الجدل، إليسا لبست الشرشف، نانسي عجرم اخصمك وما بعرف شو، بس بعدين جلسوا، انت لازم تجلسي خلص، صار عندك قاعدة جماهيرية من الفشار والبيبي بتاعك، بس هلأ يعني تو ماتش هالقد، صرتي عم بتمثلي لبنان برا، فمثلي بصوره حلوه بلا السب والشتيمه وهالالفاظ اللي ما بتليق فيكي.
من بعد تسويق طويل لحفل الفنانة السورية ميادة الحناوي بلبنان، فوجئ الجمهور بصوتها يلي يمكن ما كان على قد التوقعات. لتفهموا عن شو عم بحكي خلينا نسمع كيف كان أدائها بالحفلة ونعود للطالب. من اول ما حضرت الفيديو وانا علي بهالصوت واعمل بوست للفوليوم وعملت اللي ما بينعمل وما عم بقدر اسمع صوت لميادة الحناوي، ما عم شوف قدامي مثل كأنه نشرة اخبار الجزيرة اللي بيحطوها على جنب اللي بيشرحوا النشرة للصم والبكم مع احترامنا الكبير لقلهم، ما في صوت عشوائي. لازم يوزعوا انتو فايتين على الحفلة مكانات التجسس، لا بدنا ساعة ليوصل صوتها لعنا، الصوت معدوم. على شو عامل حفلة يا أختي؟ ها بتقولوا لي إنه خلص الواحد إذا كبر بالعمر وبطل عنده صوت وعنده جمهور ببطل يعمل حفلة؟ لا أكيد ما لازم يبطل يعمل حفلة، بس في أساليب وتطور فينا نستخدمهم. في على القليلة ثلاث أرباع الحفلة تكون مسجلة تسجيل بالاستوديو، يعني بيسجلون خصوصي، كتير أجانب بيعملوا هيك، وبيكون أدائها على الميكروفون بمقاطع معينة لأنه طبقات صوتها معدومة. صار ما معقولة جايبين العالم نتعينهم من آخر الدنيا لنعمل لهم نشرة السم والبكم، مش ظابطة. يا تكون حفلة على قد المستوى أو لا تكون. أنا بحس الحق على المنظمين أكثر منها، إنه هي معروف من قبل إنه الصوت إنه بهذا المرحلة العمرية ما بقى فيه. موقف مثير للسخرية وللضحك مع محمد رمضان بأحدث حفلاته، شو هو خلينا نشوف. هيدي آخرة رقصة لبطة الحمار، صلوا من أول ما طلع على الساحة الفنية وهو بشبط وبلبط، طب الآخر من كتر ما شبط ولبط طارت السرمية وعشوائي رح تعمل زيارة للشعرات، يعني من كتر ما انبهرت هالسرمية بجمال هالشعر وبالشقار هيدا كله يخزل عينه، ما شاء الله شو لبق له الشقار اللي عامل لي فيه مثل صحن النودلز بعد أول سلقة، يعني روائع. هيدي آخرة التلبيط، عن جد أنا ما بلوم هيدا الفنان، بلوم هالجمهور يلي بيروح بيدفع تكت لحتى عم بصير في حفلات لهيدا النوع من الفن، لا صوت ولا صورة وتلبيط وتشبيط. ما يعني فعلا بستغرب انه ليش في جمهور يستمتعوا وبتشوفون انه مهيصين ومبسوطين وعم يلبسهم الصرمية قدامهم بالحفلة، يصطفوا بالنهاية كل انسان بيعمل من قيمته، طالما مبسوطين بهالرأس وبهالصرامة اللي عم بتطير فوق روسهم يصطفوا. فشرة سندريلا من زمان معلقنا على الاطلالات الرائعة للفنانة يارا، خلينا نشوف شو كانت لابسة بحفلة خاصة بأحد الأعراس، دعونا نرى ونعود. سلام عليك وجلس جنبي وكلامي من حواجزك يا شفيق وبيني. أكتر شي ضحكني بهذا الفيديو إنه يارا حط غباشي على الجمهور اللي وراها مشان ما يبينوا يا حبيبة قلبي اللي لازم تحطي عليه غباشة هو هالفستان يلي كيف جامعتيه وكيف عملتيه ما عم بعرف. فستان بزق ولزق من كل وادي عصا، ما مفهوم منه شيء. بتشوف شق من هون، بتشوف دنب من هون، بتشوف وردة مدري أي شيء، مدري غطايطة، مدري بطيخة، مدري شمسية من هونيك، ستراس من فوق، سامبل من تحت. اختي شو هذا، فستان ولا صحن فتوش ومخلوطة؟ لبسوا شي سامبل، يعني مش انت مش عم تعملي دعاية لشركة مولينكس نفس الوقت فرامة وبتعصر وبتعجن وبتخلط وبتخفق ومدري شو، لا مش ظابطة يا اختي، منك شركة مولينكس انت،
عملت لهم مكنة متعددة النشاطات، خليكي سامبل وستوصي حفلة خاصة، يعني لا في داعي للفت الأنظار ولا هالحركات اللي عم بيعملوها غيرك من المشاهير. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. سقطة مدوية للممثلة المصرية حورية فرغلي، ليش يا ترى وقعت وشو صار معها؟ خلينا نشوف. بكرة بتطلع لنا حورية فرغلي بالمقابلات، أنا وقعت عشان حسديني ولقيت أعمال سفلية بالبيت وحجابات تحت المخدة ومدري إيش، وهي رايحة على هالمناسبة ولبست لي سلم بإجريا، لبست لي سيبة، بدنا ثلاث أربع بدنا صار ندور لنعرف وين وجهها، هي ماشية وهالعالم مثل الخواريف قدامها يا أختي، إنه لبسوا كعب نحن ما منقول، بس إنه لبسوا شيء يعني شيء ولا بد، يعني ما في داعي تكوني 3 4 امتار ارتفاعات، انت مالك رايحه تركبي تريا او تركبي لنا لمبه على ووز 50 واط، انت رايحه على مناسبه ولبسوا شيء مريح، لشو جايه وبتلكلك هي بهديها من هون وهي بهديها من هونيك، وهذا ما بعرف شو مش ظابطه يا اختي، شغلتي حالك وشغلتي العالم فيك وبالاخر فقعتيها وقعه. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. الفنانة اللبنانية نورهان تنشر مقطع عم بتأدي فيه أشهر أغانية يلي هي حبيبي يا عيني، خلينا نشوف المقطع ونعود. حبيبي يا عيني يا عيني يا عيني منحييكي على هالفيديو الطيز قاري اللي كتير مبين فيه العرب قاشطة، العرب قاشطة كتير ومواويل ومساحات الصوت مشرعة على الطرفين، ولتحت الأرض ريتك عرات هيدا الفيديو يلي ما عم بفهم أنا كل شي فيه زوايا و360 درجة، الجمهور من قدامك ما لقيتولنا تصورونا الفيديو إلا من ورا، ما فيك ختي جنابة، ما فيك خطيه بالوجه لمنشوف لنعرف على القليلة مين عم بيغني، ما نطالع قدامنا غير الخلفية، على القليلة صوروا من قدام، وإذا حابين تفرجونا الإنتاجات الجديدة اعملوا حجة بالفرقة الموسيقية وبرمولهم بعدين فرجوهم إياها قبل 10-15 ثانية، بس تجوا كل التصوير والتركيز من ورا لا، صار الموضوع مش طبيعي. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقابلة عملها اليوتيوبر أنس يلي كشف فيه سبب انفصاله عن اليوتيوبر الثاني بيسان إسماعيل، خلينا نشوف السبب ونعود للطالق. أنا أول نجاح لإلي وأول نجاحات لإلي فجمعت وجبت البيت لأهلي، كل أنواع التضحية اللي موجودة بالحياة عملتها، هي كان شغلة واحدة وهي مستحيل أضحي فيها، وهي سبب الانفصال، إنه البيت اللي شريته لأهلي ومسجله باسم أمي إني أسجله باسمها. ما عبالي علق أبدا على تفاهة هالموضوع وعلى تفاهة اليوتوبرز واليوتوبرز وما بعرف شو، بس أنا عبالي علق على الإعلام يلي عم يعمل لي مقابلات معهم، لأنه هن عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وأنا ما رح نام الليل إذا ما بعرف إذا انفصلوا أو ما انفصلوا، ولا هاري ولا ماجن ولا تحت الأرض راتكن، ما بعدهم من مبارح مفطومين، مبارح من 3-4 أيام تشاور وحفاظ وجايين تعملوا لي إياهن مشاهير ونحن ضحيت كتير وبيت أهلي وبيت أمي وبيت بي، خلصنا تفاهات، ما كلنا بنعرف أصلا انه العلاقات العاطفية لليوتيوبرز ما فيها شيء من الصدق، وكلها بتصير تركيب وتمثيل مشان تيجمعوا فيوز ويزيد مردودهم المادي، كمان هتجوا انتو كاعلام وتوقعوا بهيدا الفخ وتكبرون وتعملون كل هالقصص والتفاصيل، فعلا شيء كتير لوين وصلنا.
ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. حفلة فنية بأحد البلدان وما رح أذكر وين لأنه مثل العادة بتعلقوا معي أنتوا عرفوا لي وين واكتبوا لي بالتعليقات. شوفوا لنا الفنان الرائع اللي كان عم بيغني مين حبيب أنا لوائل كفوري ونوال الزغوي. لما يقص قلبي قلت لك الحب قلبك بحبي بيطوع قلبي. لما يقص قلبي قلت لك الحب قلبك بحبي بيطوع قلبي. لا الهوى مش عايق ما بيقبلوا القلبين وإن كان صعب عليك احكي من قلبي. اللهجة اللبنانية تحتضر. نوال الزغبي ووائل كفوري اعتزلوا الفن من بعد ما شافوا هيدي الشوفة وسمعوا هيدي السمعة. الأناقة والموضة في ذمة الله والفن والطرب انقرضوا بعد هالشوفة ولا تحت الأرض راتكن عرات هيدي الحفلة. أنا منو قاهرني هذا الفنان اللي عم بيغني ولا قاهرني تيابه ولا قاهرني صوته. أنا بس قاهرني أنه في عالم جاي تحضر الحفلة ومن سجمة وعم ترقص. يا خي ما نكون سامعين التلوث السمعي اللي سامعينه أنتو ولا شو بتشربوا أنتو؟ بتشربوا مي ولا بتشربوا شي تاني؟ لأنه الوضع مش طبيعي. ما قدرت يعني ما قدرت اتحمل. لا وكمان اقوم وارقص وعيش الجو. لا 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 عن جد صرنا بنهاية الدنيا. خذوني الى كوكب اخر. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. اثار جدل كبير حفل زفاف الممثلة الكويتية ريم والسبب فستانها. خلينا نشوف هالفستان الرائع ونعود. إذا بدنا نعطي عنوان لهيدا الفستان رح نسميه فستان البصل المقلى لتعملي مجدرة ولتحت الأرض ريتك عرات هيدا اللون. من كل شي فيه ألوان من كل شي فيه موديلات ما حبيته غير تبينه مثل البصل المقلى بالعرس. ليش لابسي فستان أصفر؟ شو كنتي عم تاكلي كبسة ومنكهين الكبسة بالعصفر أو بالكركم وكبيتي على الفستان ورحت رجعت صبغتيه كله أصفر؟ قلتي أحسن ما أشتري واحد جديد؟ هذا منظر نطلع فيه على الإعلام ننبسط؟ فعلا شيء غريب شيء عجيب يعني من وين حاضي فيه ما بعرف. وبحس أنه بعض المشاهير ما عندهم مشكلة ينزعوا عرسهم ويصيروا مسخرة بس أنه يلا بنكون ترند. ترند البصل المقلى ولا أحلى من هيك. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. انتشر مقطع بشكل كبير لأحد الفلتنات القديرات التي تغني للفنان الخليجي عبد المجيد عبد الله. دعونا نرى المقطع ونعود. يا بعدهم كلهم يا سراج بينهم يا بعدهم كلهم يا سراج بينهم عطني من دنياك حبك وترك الباب. يا كبرهم كلهم وهالرمان فالت منهم ولا تحت الأرض ريتك عراد الفن يستغيث. وأكتر شي رح ينبسط فيك يا عبد المجيد عبد الله أول ما يشوفك مغنية هالكوفر وهالرمان فالت وواصل على الوديان أول شي رح يعمله رح يعطيك جايزة تقديرية ويشتري لك ستيان. مش ظابطة يا اختي بهالتياب. هلا صوتك حلو تنجي نحكي على صوتك من ست بوزنا في صوت بس الرمان شو وضعه؟ عم تغني لعبد المجيد عبد الله مش ظابطة. غنوا لنا طرب وهيك لبكات. روحوا غنوا بوس الواوا روحوا غنوا جول فوت الجول روحوا غنوا العب. هاي كمان هلا هي الغنية الدرجة جديد نخصمك وهالقرف هي اللي عم نسمع. روحوا غنوا هيدا المستوى بس انه حرام نجي اوقات وحتى فيك كمان وحدة لبنانية كانت محفظة اسمها عند غني الفيروز كمان بنفس ستيل عيب استحوا. ودوكي فنانات عندهم رصانة اشتغلوا كتير على اسمه
مش حلوة بعدين هيك نجي فيلتين نص بضاعتنا نطلع ونغني بهذه الطريقة، لأنه عن جد هاي إهانة للشعراء والمغنين لهيديك الحقبة يلي ضلوا محترمين حالهم لليوم. ليش تنجي نحن ونعمل فيهم هيك؟ ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. مثل العادة بحب أتشكر جميع الداعمين وخصوصا أثار العنازي يلي بكل حلقة عم تدعمونا وعم بتساهموا بالمزيد والمزيد من تشجيعنا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي عبر ميزة السوبر تانكس. بحب أتشكر جميع الأشخاص يلي عم بيتواصلوا معي على انستغرام وغير منصات لاقتراح المواضيع، وبحب خصص بالشكر كمان اسماعيل لأنه بيبعت كتير كتير. اسم الله ما يزعلوا الباقيين، انتو كمان بتبعتوا، بس اذا بتشوفوا اسماعيل الداعم يبعت بتعذروني. بحب اتشكر جميع الاشخاص على التعليقات الحلوة، على التشجيع، على المشاهدة وعلى اللايك وعلى الكومنت. واذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات نصحكم تعملوا سبسكرايب، واهم شيء لحتى ما يفوتكم اي شيء جديد انه ترنوا الجرس لانه اللي جاي اقوى بكتير.